In the name of Allah, the most merciful, the most compassionate. Dear viewers of الثانوية العامة عند الأزهر, a new edition of your program School on Air. أحبائي طلاب الثانوية العامة والأزهر, حلقة جديدة وبرنامجكم مدرسة على الهواء. أحبائي, النهاردة نناقش مع بعض إن شاء الله units 4, 5 and 6, طبعا ك general revision. أتمنى طبعا إن إحنا نكون مجهزين كده ورقة وقلم ونكتب كل الحاجات اللي هنتكلم فيها النهاردة. خلينا نبدأ كده مع بعض وأفكركم التوبكس أو التايتلز بتاعت الـ بتاعتنا. كلنا فاكرين إن الوحدة الرابعة بتكلم على رايترز اند ستوريز, بتكلم عن يحيى حقي, تمام, وكلكم يا ريت تفتكروا الكلمات الموجوده في الوحده. كمان عندنا الوحده الخامسه بتتكلم على اجاثا كريستي, وطبعا الروايه بتاعتها ام اور ان. عندنا كمان الوحده السادسه, وحده مهمه جدا, بتتكلم على الامبورتنس اوف تريز, اهميه الاشجار, وطبعا فيها كلمات كثيره جدا جدا, ويمكن من اهم الوحدات هي الوحده السادسه. ده بالنسبه للتايتلز, ويمكن افكركم بالكلمات. لكن الجرامر في الجزئيه دي بالذات بيتكلم على, اذا كنا بنتكلم على الوحده الرابعه والخامسه لسه بنستكمل مع بعض موضوع الباسيف فويس, وده موضوع مهم جدا جدا لانه موجود طبعا زي ما انتم عارفين في الوحده الثالثه والرابعه والخامسه, وكمان في الوحده ال15 بتكلم على الفيوتشر سمبل والفيوتشر بيرفكت برضه في شكل الباسيف فويسز. طبعا يبقى كده موضوع الباسيف مهم جدا, واكيد موجود على الاقل جملتين في الامتحان اذا كان طبعا تشويسز او فايند ذا ميستيك. عندنا كمان الوحده السادسه طبعا بتكملها الوحده التاسعه مع بعض, الاثنين بيتكلموا على دي كونديشنالز او كونديشنال اف, قاعده اف الشرطيه, وطبعا دي مهمه جدا جدا. ايه رايكم نبدا مع بعض كده ونبدا بالسؤال اللي هو الاول في الامتحان دايما, اللي هو respond to each of the following situations, وطبعا ده بيبقى زي كده warming up. لكن مش هنسى ان شاء الله ان انا اكتب لكم او اشرح لكم على الورقه دلوقتي السؤال بتاع الباسيف فويس. اوكي, تعال نبدا كده مع بعض على الشاشه وهنشوف. طبعا السؤال الاول بيقول لي respond to each of the following situations. As you can see, طبعا كلنا عارفين we are given four daily life situations and we are asked to give the shortest and the simplest answer. مطلوب مننا ندي ابسط واقصر اجابه. الموقف الاول بيقول لي your uncle asks for your opinion about modern novels. طبعا كلنا عارفين الكي وورد هنا كلمه opinion, كلمه الراي. اتعلمنا دايما اني if you ask somebody, لو انت بتسال شخص على طول بتقول له what do you think of او about او what is your opinion, يا اما what do you think or what's your opinion. طبعا لو انت بقى you are asked, انت اللي سئلت, فعلى طول بتقول I think او in my opinion, تمام. طيب هنا علينا نقرا الموقف كويس قوي ونحدد احنا يا ترى اللي بنسال ولا احنا اللي بنتسال. بيقول لي your uncle asks for your opinion, عمك بيسالك about modern novels, عن الروايات الحديثه. ممكن تبدا على طول تقول له in my opinion او I think modern novels are not as good as the classics. كنا فاكرين كلمة the classics, تاني كلمة classic وكلمة classical وكلمة classics كان دي وقفنا عندها كتير, هشرحها طبعا. لكن خلي بالكم الفرق بين او استخدامي لكلمة as good as, خلي بالكم اني بين as و as دايما الصفة بتبقى الصفة العادية جدا, لا هي comparative ولا هي superlative degrees, تمام. يعني ما ينفعش اقول as better as ولا as best مثلا, لا as good as, تمام. طبعا الناس تقول لي انا ممكن اغير كلمة as الاولى اللي بعد not بكلمة so, it's okay, are not so good as the classics, تمام. طيب ايه بقى كلمة classics؟ لو نفتكر ان كلمة the classics لو اخدناها كمادة دراسية هتبقى زي ما هي بالظبط, classics C-L-A-S-S-I-C-S, كلاسيكس بمعنى الآداب الرومانية واليونانية القديمة كمادة. لكن لو خدتها أصلا كلمة كلاسيكس على أساس أعمال خالدة الذكر, يعني قلت مثلا روميو أند جولييت, أنتون أند كليوباترا مثلا, أند أي وات إيفر, يعني أيا كانت الرواية أو المسرحية, هقول مثلا آر كلاسيكس, آر كلاسيكس. مثلا كلنا بندرس الأيام مثلا طه حسين, الأيام and دعاء الكروان are classics. هنا ما بتكلمش على أدب يونانية, أنا بتكلم على أساس إنها يعني أعمال خالدة الذكر. كنا عارفين رواية الأيام طه حسين, ونعرفين مثلا دعاء الكروان, دي روايات عايشة معانا يعني لها قيمة أدبية كبيرة جدا, فبسميهم are classics. زي ما قلت روميو أند جولييت and أنتون أند كليوباترا are classics. I am fond of the classics of Shakespeare. طبعا لاحظت هنا كلاسيكس المعنى اختلف, لو خدتها كمادة دراسية هتبقى الاسم موجودة كلاسيكس just one word, تمام.
لكن لو قلت مثلا الأيام is a classic, is a classic, عمل أدبي خالد الذكر, لو جمعتها قلت الأيام عند دعاء الكروان هتبقى are classics. أوكي, يا ريت نخلي بالنا. وتاني بقول إن الصفة بين as و as بتبقى mere adjective, يعني صفة بدون أي إضافات. لاحظتوا كمان في النفي بتبقى as صفة as قبلها not, أو not so صفة as. وبأكد تاني, if you are asked to give your opinion, أكيد differs from asking somebody about their opinion. لو أنت بتسأل عن رأيك أكيد بتختلف لو أنت بتسأل شخص عن رأيه. لو أنا بسأل شخص بقول له what do you think or what is your opinion, لكن لو أنا بجاوب فببدأ دايما بكلمة in my opinion أو I think, وأبدأ أعبر عن رأيي. وخلي بالكو لو كان في الوحدة الأولى على طول ده بيعتبر مجرد رأي, يعني أكيد كلمة well مش be going to. نرجع تاني للشاشة مع بعض أحبائي ونشوف. بيقول لي in my opinion modern novels, روايات الحديثة are not as good as classics. تمام, ده مجرد رأي. Another situation, your father asks you what you were doing at 5 o'clock yesterday evening. طبعا بابا بيسألك كنت بتعمل ايه at 5 o'clock yesterday evening. هنخلي بالنا هنا ده past continuous tense, الماضي المستمر. As you can see it's formed of was or were plus verb plus ing, وطبعا بيعبر عن حدث استغرق فترة في الماضي. طبعا لو حد بيسألك حد يقول لي طيب ممكن يجي يعني مثلا situation سهلة زي كده, it's okay it can go. ليه بقى؟ لأنها بتبقى الفكرة كلها في شكل الجرامر. تمام, طيب ممكن أجاوب إيه؟ هقول له مثلا الساعة كذا at 6 o'clock مثلا أو at 5 o'clock أيا كان. يعني yesterday evening I was finishing my homework, I was doing my homework, كنت بعمل الواجب بتاعي. خلوني كده أفكركم, لو أنا بتكلم على past tenses الأزمنة في الماضي, لو هو حدث واحد تم وانتهى في الماضي فأكيد بيبقى ماضي بسيط. حدث واحد تم وانتهى وما سألتكش أخذ قد إيه, قلت مثلا I studied English last night, ذكرت إنجليزي ليلة امبارح. طيب لو ذكرت بقى طول اليوم امبارح يبقى هو ماضي ولكن أخذ فترة, فأصبح من past simple يتحول لpast continuous. هتقول لي I was studying English all day yesterday, I was studying English all day yesterday, كنت بدرس إنجليزي أو بذاكر إنجليزي طوال اليوم بالأمس. طيب ده بالنسبة للماضي البسيط والماضي المستمر وعلاقتهم ببعض. إيه بقى؟ لو أنا بذاكر أو بدرس إنجليزي مثلا امبارح ومثلا التلفون ضرب, هتبقى حدثين. While I was studying the phone rang, حدث كان مستمر وحدث تم أثناءه. While I was studying the phone rang, الماضي البسيط تم أثناء الماضي المستمر. طب أنت بتذاكر وأخوك مثلا بلعب كمبيوتر جيمز, يبقى حدثين مستمرين. يبقى while I was studying my brother was playing, while I was studying my brother was playing. هنكمل ولكن I have a phone call. Hello. السلام عليكم. ازيك؟ الحمد لله تمام. فكرني باسمك كده بقى, ايه مين معايا؟ يوسف. يوسف ازيك يا يوسف؟ الحمد لله تمام. اتفضل يا حبيبي معاك. اتفضل يا حبيبي. Extinguish it at once. علي صوتك كده شويه. Extinguish it at once. At one. Extinguish it at once. أنا مش سامع الكلمة الأولى. طيب يا يوسف. Extinguish يعني اخمد. نعم. Extinguish يعني اخمد. Extinguish. أيوه. Extinguish it at once. It at once. أيوه. تمام. B. أيوه. No way. Every cell. In my body. Needs. مالها بقى؟ Needs. Needs what? It. Test. It. X. It. I C. Needs it. ها. Then A. A كمان. أنا عندي A ودي B. أيوة. A كمان. Then. Get out of here. Get out of here. The what? Here.
again يوسف زي ايه؟ انا مش سامع كويس، معلش انا اسف جدا. get out of here. out of here صح؟ اه ايوه تمام حبيبي اوكي تمام. get yourself at your home. ايه ايه كمان تاني ولا بيه بقى بيقول ايه بقى؟ لا مفيش تاني، هي بس رقم بعد ايه تاني بيقول get yourself at your home. keep kill تل، هو عموما الموقف واضح يعني حتى لو ما كملتش، بس كمل تقول كده تل ايه؟ kill yourself keep yourself at your home. اه keep yourself kill اقتل نفسك منزلك يعني. نعم اقتل kill. اوكي اوكي انا مش سامع كويس. anyway انت بتقول extinguish it at once. no way every cell in my body needs it then get out of here. اوكي طيب يا يوسف لازم تخلي بالك لما تقول لي اطفئ الشيء ده في الحال، فبتقول لي نو واي. طبعا نو واي لا مفر، every cell كل خليه في جسمي needs it then get out of here، عشان كده بقى لازم تخرج من هنا. طبعا نخلي بالنا ودي نصيحه لكل الشباب، ريت نبعد تماما، مفيش اي شجاعه ولا مجدع ابدا في ان احنا ندخن يعني او زي ان كان سجاره او اي شيء يعني، ملهاش اي لازمه خالص يعني. يعني يا ريت وخاصة طبعا في السن بتاع المراهقة وسن الثانوي ده، يا ريت ما هوش بقى شطارة والقصة دي كلها. فأنا هفترض مثلا الموقف ده أنا هعتبره مثلا ما هوش مثلا يعني في البيت، لأنك هتتضرب بقى. حد بيقول لك اطفئ السيجارة مثلا في الحال، فقلت له أنا بفترض كلمة إت هنا على سيجاريت تمام؟ فبيقول له نو واي إيفري سيل، مفيش طبعا مفر، أو طبعا إيفري سيل كل خلية في جسمي محتاجة الشيء ده. لو حتى لو قلت البيت، فقلت مثلا at home ده في المنزل تمام، نفترض كده at home ده place، وهفترض مثلا الاول اعتبر ان هي mother. ليه بقى؟ لان انا متخيل يعني لو الاب مش هيقول لك بقى كده اطفيها وخلاص، يعني هيبقى فيها العملية ضربة بقى ان شاء الله. طيب هعتبر مثلا mother، وهعتبر مثلا التاني هيبقى son ابن يعني، لان احنا اكيد مع الناس بنات بتعمل كده، هيبقى at home mother و son تمام كده. ده بالنسبة للplace، ودول speakers اذا كان A و speaker B. وهفترض مثلا ان هنا بالنسبة لي في function ده بيعتبروا، بقول بما انه طبعا extinguish at once يعني في الحال، هعتبر ده order اللي هو امر. لو خدتها كfunction على B هيبقى انكار للشيء او refusal اللي هو رفض تمام كده. ده بالنسبة للموقف بتاعنا يا يوسف. طبعا ممكن يبقى في any other place، لكن اكيد طبعا لو غيرت المكان فغير الاشخاص. لو قلت مثلا at the club مثلا، هيبقى اكيد فرضا هيبقى مثلا player، وهيبقى عندي مثلا الشخص التاني او الاول هيبقى مثلا coach تمام كده، الاول trainer والتاني هيبقى مثلا بالنسبة لنا player. يعني لو قلت مثلا ده club احبائي، هفترض مثلا ان هنا هيبقى بالنسبة لي اللي بيتكلم هيبقى ترينر او كوتش، وهيبقى عندي الشخص التاني هيبقى اكيد اللي هيبقى البلاير اللي هو اللاعب. اوكي طيب عندي كمان اتصال، عندي احمد من الجيزة. ازيك يا احمد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك؟ انا مستر عامل ايه؟ اتفضل حبيبي. الحمد لله تمام. مستر كنت عايز ارجعني في استفسارات كده. اتفضل يا حبيبي. او انا عندي سؤال الاول اقوله بعد كده اقول استفسارات. اتفضل زعيم. هو القاعده اللي هي بتاعت it was a mistake او it was مثلا the mistake، الفعل اللي بعدها بيجي تو اي تو والمصدر ولا اي ان جي؟ تمام. it was a تمام كده mistake. بيجي بعدها الفعل في تو والمصدر ولا فعل اي ان جي؟ طيب ده حاجه. وات ايلس بالنسبه للاسئله مستر؟ بسال عن يعني باراجراف، حضرتك بتعمل حلقه مثلا مخصصه للباراجراف عشان حاضر. مثلا هو بيتقفل مثلا ما يتقفلش يعني. طيب حاضر. اكيد بيتقفل طبعا الناس بتدرجه نهائيه فيه. ماشي طيب. ولا مثلا حضرتك في الترجمه لو انا مثلا في الامتحان مثلا ما عرفتش كلمه مثلا وقربت مثلا المعنى منها، تتحسب صح ولا؟ بالنسبه لايه تاني معلش؟ الترجمه. اه يعني مثلا لو كلمه مثلا مش متاكد منها. طيب وقربت حاضر. المعنى يبقى عندك الباراجراف اه وعندك الترانسليشن. اه دي كاستفسارات بالنسبه لهم. حاضر حاضر يا مستر. برضه في السبيكر يعني مثلا لو في مثلا مكانين ينفعوا زي مثلا كتبت المكان بس مش في نموذج الاجابه يعني بيتحسب صح ولا ايه؟ طبعا ما احناش بالنسبه لنا مش مرتبطين قوي بنموذج الاجابه يعني، ما انا لسه قايل من شويه حالا دلوقتي
في اللي يمكن لو تابعت برضو الموقف اللي فات كان حد بيقول مثلا اطفئ السيجاره، قلت ممكن يبقى في البيت الام وابن، او ممكن يبقى مثلا في النادي مثلا بيبقى ترينر او كوتش وبيتكلم مع مثلا بلاير، تمام؟ مفيش مشكله ابدا، مش ملتزمين او مش مربوطين يعني، معلش احنا قلنا مقدر درجات مش مصحح، يعني بالنسبه لنا مش هي اجابه واحده وخلاص، تمام؟ ماشي. طيب بالنسبه بقى لي حضرتك يا مستر اتفضل، هو حضرتك هترجع مثلا على الطريقه ازاي؟ تشرح حضرتك القواعد ولا حل على طول؟ يعني نركز اكتر على الحل، ولكن زي ما قلت في اول حلقه دلوقتي الموضوعات بتاعتنا في الوحدات اللي هراجعها النهارده هو الباسيف فويس، تمام؟ وقاعده اف، فاكيد النهارده هتكلم على الباسيف فويس بشكل اكتر شويه، يعني برضو في شرح، تمام؟ ماشي، شكرا. اوكي زعيم، ماشي حبيبي اتفضل. عموما نخلي بالنا لما تقول ات واز ا ميستيك غير لما اقول مثلا ات واز وبعد كده صفه. ا ميستيك احبائي ناون، تمام كده؟ زي ما قلت مثلا it was مثلا no good فرضا، يعني كلمة good هنا ما حدش يفتكر ان هي صفة، هنا جاي بالنسبة لنا noun. it was no good لو لاحظتوا كلكم فاكرين مثلا crying او it is no good، بلاش حتى was عشان تبقى بشكل عام على طول، it is no good crying over مثلا spilt milk. it is no good crying over spilt milk ملك، يعني لا فائدة من البكاء على اللبن المسكوب، زي ما نقول مثلا زي مثلا it is no use او use بمعنى صح، سوري it is no use. طبعا use هنا غير كلمة use، use يستخدم، لكن هنا use noun. it is no use مثلا coming مثلا to مثلا the meeting، مفيش فائدة من اللقاء مثلا او المجيء للاجتماع. فتلاحظوا لو انا عندي اسم يبقى دايما بجيب هنا جيراند، ده اكيد بيختلف لو كان عندي صفه، صفه زي ما قلت مثلا it was مثلا bad to ومصدر، it was bad مثلا to come late، it was bad of you مثلا to come late، او it was kind of you to come early او to help the poor مثلا. فاصبح عندي في فرق كبير جدا it was او it with verb to be، ولو جبت اسم زي كده بستخدم جيراند، لو جبت صفه بستخدم تو زائد مصدر. اوكي طيب اكيد هكمل موضوع الباراجراف والترانسليشن، ولكن عندي كمان اتصال. هلو مارينا، اي ثينك ازيك نفس اخبارك؟ اخبارك الحمد لله تمام، اتفضلي بابا. ماشي معلش انا قطعت حضرتك. لا تأمري اموريني يا مارينا اتفضلي. قطعت حضرتك في الحل كده، مش سامع يا مارينا بتقولي ايه؟ كنت عايز اشارك حضرتك. تشاركيني تمام، حاضر حاضر تمام. طيب بص كده على الشاشة عندي، تمام؟ في situation يا مارينا بيقول someone asks you what you think the best thing is about short stories. Give your opinion. سايب لك السؤال مفتوح يا مارينا، وعايزك تستخدمي ولو جزئية من السؤال وتبدأ بيها الإجابة. مثلا هقول هنا in my opinion. أيوة. About the things. تمام. أيوة. It is very very fantastic مثلا أو كده. طيب حلو قوي، أنت لاحظ إن قلتي in my opinion تمام؟ وكان ممكن تقولي شايفة كلمة you المكتوبة في السطر الثاني اللي you think، كان ممكن تقولي you عايدة عليك أنت كطالب، هتقولي I think the best thing about short stories is، صح كده؟ يعني هخلي الفعل بعد الفعل about short stories is. is ايه بقى؟ ها؟ مثلا الشورت ستوريز جمع ولا مفرد؟ لا ده جمع. جمع تمام كده، ما كنتش اخد كلمه it، هاخد كلمه ايه؟ they مثلا they. تمام؟ that they are زي ما انت قلت مثلا fantastic او wonderful او ايا كانت الاجابه، تمام؟ المهم الشكل والصياغه. تعال نشوف انا كاتب اجابه شكلها ازاي؟ يس بقول I think the best thing about short stories is that things happen quickly. الأشياء أو الأحداث الانسنس في القصة القصيرة بتتم بسرعة. عشان كده once more I think the best thing about short stories is that things happen quickly. Is it okay؟ ماشية كده الإجابة يا مارينا؟ طيب لو هاخد موقف تاني سريعا كده وأنت معايا، بقول لك مثلا a friend asks you what you used to read when you were five. Well imagine that Mr. Muhammad is asking you Marina. أنا بسألك يا مارينا what did you use to read when you were five؟ لما كان عندك خمس سنين كنت معتادة تقرأي إيه؟
ممكن تجاوبي تقولي ايه؟ I used to read when I was ايوه مثلا ريد ايا كان بقى رأيه قص اطفال وهكذا صح كده؟ طيب خلي بالك تحط التايم ريفرنس الكلمه الداله على الزمن اما في اول الجمله او في الاخر تمام؟ تمام يعني تقولي لي مثلا ايه؟ When I was five ما هي دي اللي كان دي خاصه بالزمن When I was five I used to read كذا تمام؟ او I used to read مثلا children stories قص اطفال مثلا When I was five اتفقنا كده؟ هتبقى الاجابه يا بابا كده When I was five I used to read magazines written specially for children تفكر طبعا الروايات او المجلات بتاعت الاطفال واحنا في 5 سنين تمام؟ تمام مره ثانيه When I was five I used to read magazines written specially كتبت خصيصا for children طيب مارينا طبعا انت جاوبتي وشطوره ولكن هل يا ترى انت نفسك عندك سؤال؟ بس عندي اتفضلي بس لو انا عشان سؤالات الانجليزي قبل الامتحان هيبقى عندي حوالي 5 ايام انا كده متابع انجليزي فيها لان تقريبا انجليزي واحد لبرضه هيبقى عندي 5 ايام قبل الانجليزي تمام؟ بتسالي هعمل ايه في الخمس ايام؟ طبعا انا عايز اقول عشان السؤال اللي بيتكرر كتير احنا بدانا طبعا الانجليزي مش من الخمس ايام دول ده احنا عندنا 10 شهور كاملين وبنذاكر انجليزي تمام؟ يعني هيبقى بالتاكيد واحنا داخلين الامتحان ان شاء الله كده في 3/6 مذاكرين كل المواد بشكل كويس جدا ولكن احنا فرصتنا ان احنا الانجليزي بعد العيد وقدامنا فعلا وقت كبير فالافضل بالنسبه لنا ان احنا نركز على حل امتحانات كتير قوي في الفتره دي مع يعني مثلا امتحانات بس تبقى ايه امتحانات مثلا فرضا على كل 3 محاضرات مع بعض الواحده الاولى والثانيه والثالثه وبحل امتحان بحيث لو في اي جزئيه حسيت انها واقفه معايا ارجع تاني اذاكرها وبعد كده احل امتحانات عامه امتحان مثلا زي بص كده لازم تاخدي بالك ان في الورك بوك احنا عندنا بيبقى فيه 6 ريفيو ريفيو A و B و C و and so on وعندي كمان 6 practice tests عندي 6 اختبارات خاصين كل طبعا اختبار جاي على 3 وحدات تمام؟ لو انا حليت الست ريفيو والست براكتس تيستس وحليت كمان النماذج بتاعة الوزارة في السنوات اللي فاتت والنموذج بتاع السنة دي اكيد هلاقي الامتحان موجود في كل هذه الاسئلة تمام؟ تمام ربنا يكرمك يا مارينا وشاكرين جدا لاتصالك سمعتك اخد رقم حضرتك طيب الكنترول روم ممكن يديك الرقم بتاعي اتفضل كنت بسال برضو او كان زميلنا احمد كان بيسال على الباراجراف دايما لما اسالكم يا احبائي يا ترى يعني مثلا دايما بقول بيجيني مثلا موضوع سهل قوي مثلا في الامتحان طبعا يبقى التايتل او العنوان بيطلب مني تو رايت 100 ووردز مش اقل طبعا من 100 كلمه عن موضوع معين ال 100 كلمه يا ترى يعني في الرينج كده بيبقوا مثلا لو افترضت ان السطر بيشيل 10 كلمات فانا عندي 10 سطور مثلا لكن انا بطلب بشكل امثل كده بتاع صفحه ونص مثلا لان احنا بيدينا صفحتين وفي اخر البوكلت كمان في صفحتين فاضيين فانت ممكن تستخدم الكلام ده طيب بنعمل ايه دور في المنهج بتاعك على الموضوع يعني شوف المنهج بتاعك يا ترى الموضوع ده درست حاجه عنه في المنهج ولا لا يعني لو سالتكم مثلا وبشكل عملي كده لو جاني مثلا موضوع عن توريزم السياحة تفتكروا احنا اخدنا حاجة في المنهج ناس كتير جدا يقول لك الموضوع سهل قوي طب تعال اكتب كله مثلا حافظ جملتين فقط يقول لك مثلا tourists come to Egypt from all over the world they مثلا can visit the Egyptian museum and they can go to الأقصر and أسوان that's it وخلصنا كده لا يا احبائي لازم نفكر شوية هل يا ترى احنا فعلا في المنهج بتاعنا في حاجة خاصة بالسياحة yes ده اليونت 1 نفسها بتتكلم على سبيس هوليداي طبعا الاجازه او السفر للفضاء طب ما ده يعتبر هنقضي الاجازه طبعا هلاقي طبعا ان عندي كم كبير جدا جدا من الكلمات في الموضوع ده تمام ابدا نسق الموضوع يا احمد كده انت وكل زمايلك واعمل بشكل اسئله يعني لو اتكلمت مثلا اللي هو مثلا موقع مصر نفسه هل بيأثر في السياحه اوكي طب انواع السياحه اللي عندنا هي سياحه اثر بس ولا سياحه علاجيه سياحه رياضيه وسياحه مؤتمرات تمام كده ولو مثلا عندي مثلا بعد انواع السياحه طب دور الحكومه مثلا في توفير الامن والامان مثلا للسياح او بناء فنادق بشكل رخيص او دورنا احنا كافراد طب السياحه مرتبطه بمشاكل تانية مثلا زي مشكله البطاله لو ما فيش سياحه في بطاله طب البطاله ممكن تؤدي الى ارهاب وهكذا حاجات كتير جدا حاول تعمل اسئله وتجاوب عليها عشان تكتب موضوع كويس طيب ده بالنسبه لموضوع الباراجراف وطبعا لو قال لي على التلوث فانا عندي اكيد الوحده الثالثه وبتكلم عن رينيوبل انرجي
استخدم طبعا طاقه متجدده. علاقتها كمان بالوحده السادسه اللي اتكلم عنها النهارده، the importance of trees. حد يقول لي ما اهميه الاشجار؟ الاشجار بتساعد او بتمتص تيك ان كربون دايوكسيد وجيف اوت اكسجين. وكمان قلنا ان الاشجار help the earth to breathe، بتساعد الارض انها تنفس. كمان الوحده ال 16 the future of the epoch، مستقبل الكتاب او مستقبل الكتب الالكترونيه بقى. فطبعا اكيد بالنسبه لنا لما نوفر ورق يبقى هنوفر اشجار وهنربط الحاجات كلها ببعض. عندي اتصال من البحر الاحمر. الو الو، ازيك؟ ازيك يا رؤية؟ تمام تمام. على صوتك رؤية شويه، اتفضلي. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. عندي سؤال. اتفضلي يا بابا. ريتايرمنت ده ايه بقى؟ تشوز ولا فايند ميستيك ولا ايه؟ تشوز. ريتايرمنت سلاش ريتايرمنت وات؟ نقط بي ان انهابي ايفنت. ده جه قبل كده في الامتحان. يس ايوه. لو تاخدي بالك نيد. ها نيد عندي في التشويسز، بتقولي بقى نيد نيدز و اوت وايه كمان؟ اوت از ولا ار؟ O U G H T. Out. أيوه. Yes. Shouldn't. يا ترى out وحدها ولا out two؟ Out لوحدها. تمام. ها. Shouldn't. أيوه. Mustn't. تمام. طبعا أنا فاكر إن هو جه السؤال ده في الامتحان. تمام. Yes. طيب لو قلت retirement، قصدي طبعا retirement age اللي هو السن أو عمر التقاعد. التقاعد اللي الانسان يطلع المعاش يعني. بعد كده بي ان ان هابي ايفنت، حدث غير سعيد. نخلي بالنا هنا كلمه ان هابي العكس على طول كلمه هابي. لو قلت نيدز دايما خدتها كفيرب بقول نيدز تو. تمام، بقول نيدز تو، انا ما عنديش تو يبقى دي مستبعده. انا طبعا بتكلم على الشكل حتى مش بالمعنى دلوقتي. برضه لو اخدت كلمه اوت اللي بمعنى يجب لازم برضه اوت تو، ودي مش موجوده. تمام، يبقى لا نفعت نيدز ولا كلمه اوت وهكذا. طيب دلوقتي انا واحد مثلا طلعت معاش، فانا عندي اختيارين، اما ازعل بقى ويبقى حدث وحش بالنسبه لي، او بالنسبه لي مش واجب ان ازعل. تمام، عشان كده استبعد كلمه ماسنت. ماسنت يعني ايه يا بابا؟ يعني ممنوع، تحريم. تمام كده، زي مثلا لما اقول لك يو ماسنت مثلا او وي ماسنت سموك مثلا ان بابليك ترانسبورت، ممنوع ندخن في المواصلات العامه. او مثلا you mustn't park here, there's a no parking area. لو في منطقة ممنوع فيها الانتظار وبقول بحرم طبعا الشيء the guinness the law، هتبقى على طول you mustn't. فهنا بقى الناس it's up to them، يا يزعلوا يا يفرحوا فبراحتهم. فقلت retirement shouldn't be an unhappy event، يعني الاختيار هتبقى كلمة shouldn't. اوكي اوكي تمام. what else يا مستر؟ في الـ function. تمام. نختار على A ولا B ولا على الاثنين؟ هيبقى مكتوب في البوكلت، هيبقى في الموقف الاولاني او في المدرج الاول هيبقى مكتوب place speaker A speaker B، وهيبقى مكتوب كده function of speaker A، ده في الموقف الاول. والموقف الثاني place speaker A speaker B function of speaker B، هيبقى موضح قوي. يبقى في الاول عايز function of speaker A، وفي الثاني عايز function of speaker B. اوكي اي اوكي. رؤية اي سؤال كمان؟ forest يا استاذ الverb بنضاف له ing ولا اللي ايه يا بابا تاني؟ forest يجبر. force somebody to do something، force بمعنى يجبر، لازم بعدها to زائد مصدر، نجبر شخص على فعل شيء. اوكي شاكرين جدا رؤية اتصالك، وارجع تاني برضو عشان ما اسيبش جزئية مثلا الترجمة اللي كان سأل عليها حد من اصدقائكم. الترجمة بيقول لي مثلا، طبعا هو الترجمة هو فن ايصال المعنى، the art of translation، فن الترجمة. يعني مش فكرة انك انت بتاخد كلمة بكلمة، يعني مثلا بتاخد المحتوى او المعنى. وانا قلت كتير قوي لما قلت مثلا حد بيقول النجاح يكمن في العمل الجاد، ناس تقول لي ما خدناش كلمة يكمن، ما تعرفش عندي الكلمة المعنى قصدي اقول ايه في الجملة. قصدي اقول النجاح او العمل الجاد يؤدي للنجاح، هتبقى hard work leads to success. يعني مش بالضرورة اكون حافظ الكلمة. اوكي طيب
انا بقى مثلا في كلمه، مش عارف معناها، بحاول اعمل جيسنج طبعا للميننج، بحاول اخمن المعنى من خلال السياق نفسه، لان الكلمه بتكتسب معناها من الكونتكست، السياق اللي هي موجوده فيه، وبحاول اكتب كلمه تتماشى مع الموضوع. ما يبقاش مثلا الموضوع بيتكلم مثلا عن الصناعه واتكلم مثلا عن استكشاف الفضاء، تمام كده؟ حاول ما تسيبش فراغ، يعني ما تقولش ليه اللي بيصحح ان انا سايب لك مثلا جزء اهو، تعالى مثلا خلي بالك انا عملت كذا. لا، حاول تكتب جمل متكامله، ويا ريت تبقى لغه عربيه صحيحه، عشان بنلاقي طبعا للاسف اللغه بتبقى ركيكه قوي. وانا بقول لك translate into Arabic، تمام كده؟ طيب، I have a phone call from Aswan. We have منى. زيك يا منى. ازي حضرتك يا منى؟ الله يسلمك يا بابا، اتفضلي. انا معايا سؤالين. شوف، اتفضلي. الاول بيقول منى promised that. منى promised that. Promised that. Yes. She not. Not. Home tomorrow. Home tomorrow. Tomorrow. طيب. Will be. حاضر. عشان يا ترى will be ولا would be؟ ولا would be. Be. Yes. وفي سؤال وباقي التشويسز، عشان ده كان برضه سؤال في الامتحان وعليه نقاش كتير قوي يا منى. اتفضل. لا، ما هو انا كده دول بس عشان دول شك منهم يعني، مش فاكر. طيب طيب ماشي، اوكي. طيب انا هناقش معاك السؤال ده منك كده الاول. خلي بالك انت فاكره طبعا في الدرس بتاع الدايركت والاندايركت سبيتش، تمام؟ كنا اتفقنا لما يكون عندي باست بجيب باست، صح؟ يعني لما يقول لي مثلا بروميست، فالمفروض استخدم كلمه وود. لكن هصطدم بكلمه مين؟ بكلمه تومورو. هلاقي كلمه تومورو لسه موجوده، تمام؟ المفروض كلمه تومورو كانت تبقى ذا فولوينج او ذا نيكست داي، صح؟ يعني لو مكتوب تومورو دي مكتوب ذا following او the next day، كنت خدت كلمة would. لكن طالما tomorrow موجودة، يبقى انا ملزم اخد كلمة will، رغم ان في كلمة مين؟ promised. زي بالظبط كده الساعة مثلا 9 الصبح، انت يا منى قلتيلي انا هبقى في البيت بكرة، تمام كده؟ يعني في سفر مثلا وهرجع البيت بكرة، وانا جيت مثلا الساعة 11 بقول منى قالت هتبقى كذا، ما زال بكرة موجود، يعني الحدث ما بقاش ايه، ما بعداش عليه يوم او اتنين مثلا، ملتزم بكلمة تومورو، فاصبح برضو ما زالت كلمة ويل. يبقى مرة اخيرة، صحيح ان الباست اتراكتس باست، الماضي بيجيب ماضي، يعني لو بروميست كنت خدت كلمة وود، ولكن لازم يكون في كلمة the following او كلمة the next day. لكن ما زال tomorrow، يبقى لسه برضو الحدث في طور ان هو يحدث فعلا بكرة، تمام كده؟ فاصبح استخدام الكلمة will هو الصح. اتفقنا كده يا منى؟ اتفقنا. اوكي، طيب الجملة التانية يا بابا. بيقول احمد promised that he not. احمد promised that he not me as soon as The plane lands. Will phone ولا would phone؟ Will phone ولا would phone؟ Would phone. دي نفس الفكرة بتاعة الجملة اللي انت اتكلمت عليها، تمام؟ طيب، انا هنا احمد وعدني معايا كده ان هو هيعمل ايه منه؟ انه هيكلمني. هيكلمني امتى؟ بمجرد ما الطيارة تهبط. طيب، إذا كانت الطيارة أصلاً لسه ما نزلتش أو ما وصلتش. الطيارة لسه ما نزلتش، صح كده؟ يبقى هو يبقى ما هو مرتبط حدث بعد حدث. هبوط الطيارة الأول، وبعد كده هو هيعمل إيه؟ هيكلمني. إذا كان أصلاً الجملة بتاعة الطيارة بتقول لي the plane lands، تمام كده؟ بالنسبة لنا لسه ده فيوتشر. خلي بالك، ما إحنا القاعدة بتقول إيه؟ لو عندي حدثين في المستقبل، الحدث اللي بعد الرابط مضارع بسيط او مضارع تام. Once more. If we have two actions in the future, the action that comes after the connector is either past, present simple or present perfect. Okay؟ الحدث اللي بعد الرابط يا مستقبل بسيط يا مضارع بسيط.
سوري مضارع مستمر مضارع تام سوري مضارع مستمر مضارع تام ولكن اللي قبل الرابط مستقبل زي ما هو اللي قبل الرابط هيبقى مستقبل فانت هنا شايفه من معنى الجمله بيقول لي ان احمد هيكلمني او يتصل بيا بمجرد الطياره ما تهبط طب الطياره لسه ما هبطتش تمام كده يبقى الكلام لسه برضو فين في المستقبل تمام يبقى مش هعير اي اهتمام لكلمه بروميست دي هفترض النهارده وعدني لكن لسه ما نزلتش يبقى هرتبط برضو بالقاعده بتاعتي اللي بتقول ان بعد اسن از كرابط هيجي مضارع بسيط اللي هو كلمه لاندز او هاز لاندد كبريزنت بيرفكت والجمله الثانيه اللي هي قبل الرابط هتبقى فيوتشر سيمبل اللي هي كلمه ويل فون يبقى الصح بتاعنا ويل فون الجمله على بعضها احمد بروميس ذات هي ويل فون مي as soon as the plane lands got it فهمت الكلام اه اوكي طيب ايه كمان معلش كنت عايز اعرف الفرق بين لوكيشن وبوزيشن يس كلمه لوكيشن طبعا هي مرتبطه اكتر بموقع لو قلت مثلا فيلم لوكيشن يبقى مصور مثلا في فيلم في المكان لو قلت مثلا ذا كانتري لوكيشن موقع البلد على خريطه معينه لكن كلمه بوزيشن بتبقى طبعا ليها يمكن معاني اكتر او ليها استخدام اكتر ممكن تدي مثلا منصب اجتماعي او ممكن تبقى بوزيشن كوظيفه يعني تمام ولو ما اتكلم على بوزيشن يبقى اكوردنج تو ذا سراوندنجز يعني وفقا لمكان الشيء ده او مكان الشيء ده طبقا للحاجات اللي حوالين منه وصلت تمام طيب لسه عندك اسئله كمان يا منى سؤال اخير اتفضلي الفرق بين كفرد ان وكفرد ويز يس كفرد ان وكفرد ويز تمام لما تقولي مثلا كلمة covered in cover in بمعنى مغطى به لما يبقى من أصل الشيء لما تقولي مثلا birds are always covered covered in مثلا feathers الطيور مغطى بالريش يعني يبقى الريش من داخل جسم الطائر صح؟ اه لكن مثلا the iceberg اللي هي القمة الجلدية مثلا مثلا is always covered مثلا with ice مغطاة بالتلج تمام؟ يبقى cover with يبقى دايما مش من اساس الشيء رغم ان احيانا بتأدي نفس غلط تحت كلمة in يعني with استخدامها اكتر اذا كان من نفس الشيء او من خارج الشيء لكن كلمة in دايما يبقى من داخل الشيء نفسه وصلت؟ وصلت اوكي شاكرين جدا تصلي كمنا ونرجع تاني احبائي سريعا لموضوع الوحدة بتاعتنا النهاردة ونبص على الشاشة كده كان بيقول لي A friend asks you what you used to read when you were five قلنا when I was five لما كان عندي 5 سنين I used to ولاحظوا ان دي عادة في الماضي بتساوي بالضبط كده I was in the habit of I was in the habit of reading تمام كده magazines written especially يعني which were written حد يقول لي written ازاي هي اصلا which were written التي كتبت فقلت كتبت على طول استخدمت التصريف الثالث especially for children a friend wants to meet new people but he or she is very shy make a recommendation حد من اصحابك عايز يقابل او يتعامل مع ناس جداد يعني ولكن حاسس بالخجل واحنا اتفقنا ان في فرق بين كلمه shy وكلمه ashamed قلنا شاي خجول بطبعه عنده حياء لكن كلمة ashamed ASHAMED معناها يشعر بالخجل من شيء عمله شيء مش كويس طبعا هنا كمان كلمة recommendation make a recommendation أو recommend معناها تعمل توصية أو ترشيح أو تزكية طيب يا ترى لو حد من أصحابك كده حس بالخجل وعايز يقابل الناس أنت ممكن تعمل إيه؟ ممكن تقول له أنت يفضل أو تحاول أو تجرب رياضة جماعية رياضة جماعية مثلا زي الفوتبول مثلا أكيد هيقابل ناس أو هيتكلم مع ناس تمام؟ فأنا ممكن أقول له I think طبعا بما أن ده رأيي it would be a good idea to ركزوا كده أحبائي it would be a good idea to ده recommendation it would be a good idea to سوف تكون فكرة سديدة أو فكرة كويسة لو to join a sports club أو to practice a team sport to do a team sport do a team sport انك تعمل رياضة جماعية like basketball or football okay طيب موقف كمان بيقول somebody is asking you about what you think of يحيى حقي طبعا الناس تكون مرتبطة بالمنهج اكتر وعارفين في الوحدة الرابعة بتاعتنا بتكلم على the pioneer on, طبعا in the Arab and Egyptian literature يحيى حقي فأكون عارف عنه معلومة بقول I think he is a pioneer الكلمة دي مهمة جدا في المنهج بتاعنا pioneer قلنا رائد وقلنا مش بالضرورة يبقى the best
لكن بيبقى the first مش بالضرورة يبقى الأفضل ولكن يبقى one of the first أحد الأوائل okay in the Egyptian and Arab culture في الثقافة العربية والمصرية. Again, a friend asks for your advice about keeping fit. Advise him. حد من أصحابك بيقول لك إزاي يبقى لائق بدنيا أو جسمانيا. حاول تنصحه. هتقول له إيه؟ Yes. If I were you. دي أحد أساليب النصيحة. If I were you, I would. على بعضها كده يا أحبائي. طبعا افتراض عكس الشيء بستخدم الحالة التانية لإف الشرطية. If I were you, I would. Go swimming مثلا every day. هروح أذهب للسباحة يوميا. أو حد يقول لي مثلا you should بشكل بسيط جدا. أو I advise you to you should swim every day. You should practice swimming every day. معايا كده؟ أو I advise you to practice swimming. You want some advice from a friend about how you can eat more healthily. What do you ask? حد من أصحابك بيسألك ازاي ياكل بشكل صحي او بشكل سليم. انت عارفين كلمة healthy هنا الادفرب. What do you ask؟ او انت اللي بتسأل. You want some advice. انت بتسأل تطلب نصيحة من شخص. لو بطلب نصيحة على طول ممكن اقول I'd like to eat more healthily. ده مقدمة للموضوع. What do you think I should do؟ What do you think I should do؟ تاني يا حباي الجملة قدامكم حاولوا تركزوا وتكتبوا الحاجات دي معايا. بيقول لي You want some advice. انت اللي عايز النصيحة يبقى انت اللي بتسأل. From a friend about what how you can eat more healthily. هتقول له I want I would like to eat more healthily. وبعد كده full stop. What can I do? What should I do? ماذا علي ان افعل؟ أو what do you think I should do؟ تمام؟ حد يقول لي I want your advice about how to eat more healthily food. أو more healthily. تمام. It's okay. تمام. إجابة صحيحة. يعني ما برتبطش إجابة واحدة. Again, ask your teacher for advice about how to do well in the next English test. أنت بقى بتطلب نصيحة هنا من المعلم بتاعك بتقول له كيف تؤدي بشكل كويس في امتحان القادم. لاحظوا do well ما قلناش do good. Do well. تؤدي بشكل طيب. هطلب طبعا نصيحة بقول له I would like to do well in the next English test. What do you think I should do, sir? مرة تانية I would like to do well in the next English test. What do you think I should do? يبقى لاحظنا كده التعبير نفسه بتاع What do you think I should do? ده مرتبط دايما بالنصيحة أو طلب النصيحة. You want to make tea the English way. الأسئلة دي بتبقى غريبة قوي كده ولكن موجودة عندنا في المنهج وجات قبل كده في امتحانات ثانوية عامة كتير قوي. You want to make tea the English way. موجود في الورك بوك. عايز تعمل الشاي على الطريقة الإنجليزية. Ask your friend for advice. طبعا إذا كنت بسأل فسهلة قوي. يعني ممكن أقول بكل بساطة مثلا Can you tell me أو could you tell me how to make tea the English way? Could you tell me How to make tea the English way. تمام؟ طيب لو أنا بعد سألت You ask your mother مثلا for instruction. تطلب من ماما تعليمات To operate the vacuum cleaner. تشغل المكنسة الكهربائية ازاي. تاني كده You ask your mother for instructions. نحفظ كلمة instruction. تعليمات To operate How to use ازاي تستخدم أو تشغل The vacuum cleaner. ممكن نقول يا أحبائي Yes. Can you show me طلب تاني can you أو could you طلب أكثر أدبا طبعا could you show me how to use this vacuum cleaner. طيب موقف كمان you are asked بقى هنا بقى العكس بتاع السؤال اللي فات. كنت في الأول بسأل دلوقتي مطلوب مني أنا you are asked how to make tea. إذا كان بقى the English way أو the Egyptian way المطلوب من سيادتك to give instructions هتقول إيه. ركزوا مهم قوي نخلي بالنا في الأسئلة زي دي بستخدم ثلاث كلمات زي كده كلمة first كلمة then كلمة finally. مش مطلوب مني يعني مش يحاسبني قوي عملت الشاي بأنهي طريقة لكن يحاسبني قوي على الترتيب. يعني في الأول أعمل كذا ثم كذا وفي النهاية كذا. تمام؟ والسؤال ده زي ما قلت تاني موجود في الورك بوك. فبيقولي first boil some water اغلي بعض الماء then
put some tea into the pot. وبعد كده finally pour the boiling water on the tea. اسكب الماء المغلي على الشاي. طبعا ده كل هي الطريقة الموجودة في كل العالم أحبائي. لكن يهمني أول كلمة first وكلمة then وكلمة finally. ما نخافش قوي لو قال لي the English way أو أيا كان. تمام؟ طيب جملة زيها كمان you are asked how to operate the coffee machine. إزاي تشغل آلة صنع القهوة؟ هتقول إيه؟ على طول first connect it to a power supply. وصلها طبعا أول بي power supply مصدر للطاقة ومصدر للكهرباء. then press the red button اضغط على الزرار مثلا أحمر. تمام؟ يبقى نخلي بالنا ان احنا عندي first وبعد كده مثلا كلمة then ممكن كلمة finally كستبس معينة. يعني مثلا you are asked انت مثلا اتسألت how to make a phone call مثلا to your brother او how to phone your brother who lives in a foreign country عايش مثلا في دولة أجنبية. بنعمل ايه؟ تقول مثلا first put a coin مثلا into a public phone حط عملة مثلا في تليفون عام. طبعا كان زمان دلوقتي ممكن نستخدم الموبايل يعني او نستخدم whatever يعني. كمان ممكن نقول بعد كده بعد كلمة first ممكن نقول مثلا then dial مثلا the country code نطلب مفتاح الدولة finally dial مثلا the number اطلب الرقم. يعني الفكرة كلها في كلمة first وكلمة then وبعد كده كلمة finally. ده طبعا في الانستركشنز. لاحظتوا كده في الوحدة بتاعتنا بنعمل ايه او في الثلاث وحدات بتوعنا اتكلمنا على asking about opinion و giving opinion السؤال عن الرأي وإعطاء الرأي. تكلمنا على asking for and giving advice اللي هو السؤال عن أو طلب النصيحة وإعطاء النصيحة. وكمان asking and giving instructions asking for and giving instructions طلب تعليمات وإعطاء التعليمات. تكلمت باختصار قلت لو أنت بتسأل شخص عن رأيه what do you think or what's your opinion والرد بتاعنا I think or in my opinion. لو تكلمت على النصيحة لو أنا بسأل شخص أو بطلب نصيحة من شخص أقول له مثلا I'd like your advice about كذا أو how can you advise me about كذا. تمام كده؟ لما طبعا بجاوب على نصيحة أقول مثلا I think you should أظنك لاجب تعمل كذا أو if I were you مثلا I would لو أنا كنت مكانك كنت هعمل كذا you ought to كذا. تمام؟ نصيحة قوية you must. كمان شفنا كمان في الانستركشنز في التعليمات التعليمات احنا اتفقنا بكل بساطة لو انا بعت تعليمات بقول له مثلا first وبعد كده جملة then وبعد كده finally. تمام؟ ايا كان شكل السؤال. وبعد كده لو بسأل تعليمات could you مثلا tell me how to مثلا operate زي ما خدنا ازاي اشغل how to use ازاي استخدم how to make ازاي اعمل مثلا phone call and so on. تمام؟ اكيد طبعا الوقت احبائي ما اسعفناش ان احنا نغطي الوحدة اتكلمنا بس في situations ولكن على وعد ان شاء الله المرة الجاية هنكمل استخدامنا للوحدات 4 و5 و6 عشان نشوف الكلمات والجرامر بارت وكمان الترجمة الخاصة بالوحدات دي. Until then good luck and goodbye.